مع السيدة باشا. أطباق وحلويات تقليدية وعصرية، أذواق متنوعة وتدابير منزلية مفيدة. كوني سيدة بيتك مع السيدة باشا. كل مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم اللي من خلالها تعودنا نتلاقاو كل صبيحة ثلاثاء وخميس من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا. وتمنيتي أن الأوقات اللي راح نقضوها اليوم مع بعض رايحة تكون مفيدة كما العادة. حصتنا فيها ركنين، ركن الأول خاص بطبخ حلويات ومكالماتكم بالطبع لأنه أنا على المباشر، والركن الثاني نخصوه لنادية في الوصفات الطبيعية لجمالك أناقتك ورشاقتك سيدتي. وبدون إطالة نبدأ على بركة الله. نعم ألوغ نادية راهي معايا. صباح الخير. صباح الخير لكم. واش راكي نادية؟ الحمد لله. قولي لنا علاش ما جيتيش الحصة الماضية؟ علاش ما جيتيش؟ كنت مريضة شوية. كنتي مريضة، ربي يشافيك إن شاء الله. وقلت للمستمعات قلت لهم يا نادية أكيد عندها حاجة ما جاتناش، ولكن معليش سقساو عليك الأخوات نشكروهم. المهم ألوغ نبداو. قلت رانا على المباشر من بعد نفتحوا الخطوط باش تكلموني، واللي عندها كيفيات اقتراحات طلبات حتى انتقادات نادية انتقادات ونتقبلوهم بكل روح رياضية. معليش حنا ماشي نحبوا غير كي تشكرونا حتى كي تنتقدونا، ومعليش بصح يكون انتقاد بناء. فوالا نعم ألوغ طلبت لي أخت، قالت لي ولادها يحبوا لابيتزا بزاف لابيتزا بزاف، وقالت لي ما عندهاش الكوشة، ما عندهاش الفرن. ألوغ جبت لها بيتزا نطيبوها في الطاجين. أنا معليش يعني دائما نقول البناتي وأخواتي المستمعات يعني اللي راهم يسمعوا فينا واللي يتبعوا، دائما نقول لهم ماشي ربة البيت يعني ما عندهاش حاجة تقول لك أنا ما نديش ولا لا، دائما نشوفوا طريقة باش نساعدوا ولا نساعدوا أو نساعدوا نفرحوكم ونساعدوا نعاونوا كل الأخوات حتى اللي ما عندهاش يعني كل ما يلزم في البيت. في الطاجين تقدري ديري بيتزا شابة بزاف لوليداتك، حتى اللي عندها الطاجين بليتو لفور دير هذه في الطاجين، يعني لأنه عندها ذوق مختلف وعندها يعني تختلف على وشابة بزاف. ألوغ هنا عندنا العجينة، عندنا كاس تاع لاتاي تاع الزيت، عندنا ملح، فلفل ابيض. فلفل ابيض علاش؟ باش العجينة ما تكحلناش. اللي ما عندها دي فلفل اسود، من احسن فلفل ابيض. عندنا 100 غرام مارغرين، عندنا شوية زعتر مجفف ومحكوك، عندنا مغير فتاة اكل تاع خمارة تاع الخباز، وعندنا ماء دافئ، ونحتاجو 500 غرام فرينة، وعندنا ماء دافئ باش نلمو عجينتنا. ألوغ نعاودو، كاس تاع لاتاي تاع الزيت، عندنا ملح، شوية فلفل بيض، اللي ما عندهاش دير كحل معليش برك الكحل العجينة تجينا شوية يعني يبان في العجينة كي يكون فلفل بيض لأنه عنده نفس الذوق وبرك اللون يختلف. عندنا 100 غرام مارغرين، شوية زعتر غبرة يعني محكوك، مغير فتاة أكل تاع خمارة تاع الخباز، ماء دافئ، ونحتاجو رطل فارينة. ألوغ طريقة التحضير، شوفي حطي الفارينة، ديري الزيت، ديري لا مارغرين. ألوغ نضيفو نضيفو الملح، هذو نخلطوهم كامل، نخلطوهم. ألوغ نحطوا الفارينة، الزيت، لا مارغرين تكون طرية ومقطعة قطع صغار، الملح، وهنا نخلطوهم كامل افيك لو بو دي دوا، معناها بال حتى لا مارغرين كي تذوبيها تكون طرية يعني ذوبيها بصح ما ذوبيهاش ليكيد، ذوبيها شوية قسمة ذوب يعني ما تكونش سايلة بزاف، ذوبيها وديريها شوية ثقيلة.
ثقيله وزيدي معاها الزيت وخدمي بالاطراف تاع الاصابع نتاعك بالاطراف عليك افيك لي بودي دوا نخدموا بالاطراف تاع الاصابع نتاعنا بور سابلي ومن بعد ضيفي نعم الوغ من بعد نضيفوا الماء الماء يكون دافئ نضيفوا الماء دافئ نعم ما ننساوش بيان سور بون الخماره بيان سور نديروها نديرو قلت الماء دافئ الخماره نديروها فيك مع المواد الجافه الوغ هنا نتحصلوا على عجينه تكون طريه هنا عجينه تكون طريه بون بيان سور كي درنا المواد الجافه درنا نعم نعم الوغ درنا الفلفل الكحل اوسي دونك هنا باش تعرف الاخت مع المواد الجافه مع الفارينه والزبده دونك هنا نديرو المواد الجافه ومن بعد نلمو بالماء يكون دافئ كي تحصلي على عجينه تكون طريه ديري كره وخليها ترتاح مده 30 دقيقه يعني ان دوميير نص ساعه تخلوها ترتاح ومن بعد هذيك الكره قطعيها على ديري 3 بول معنا 3 كرات هذيك الكره اللي خمرت طلعت ابخي 30 مينوت من بعد 30 دقيقه نعاودو نفشو عجينتنا وهذيك الكره نقسموها على 3 كرات معناها تكون عندنا 3 بيتزا 3 كرات الوغ هنا واش ديري تكوني موجده سوغ لو بلان دو ترافاي فوق طاوله العمل ديري شويه طاوله العمل ديري فوق ديري فيها شويه تاع الزيت وحلي عجينتك ديك الكره حلي هذيك الكره فوق طاوله العمل تكون مرشوشه ماشي مرشوشه تكون ديري ولا ديري اون تول ولا سنيوه ولا ديري فيها شويه زيت حطي العجينه وحليها بالحلال حليها بالحلال قلت لك سوغ اون تول فوق سنيوه ولا سوغ لو بلان دو ترافاي فوق طاوله العمل ديري شويه تاع وحتى قلت هذيك لا تول حتى تقدر الاخت تطيبها يعني ديريها في هذيك السنيوه اللي نطيبوا فيها المسمن ولا الرقاق ولا هذيك لا تول الوغ دهنيها وتحليها فوقها تحليها فوقها بال 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 افيك ان غولو بالحلال وتنطري الزعتر هنا درنا كل المقادير اللي ذكرناهم درناهم في العجينه ما عدا الزعتر الزعتر ننطرو فوق العجينه فوق العجينه ومن بعد نتقبو بالشوكه ونطيبوها نعم نطيبوها في الطاجين تكون الطاجين تاعك يكون يسخن في فوق الطابونه ولا يعني فوق التريبيي الطاجين يسخن الوغ عجينتك بليتو لا بيتزا نتاعك طيبيها الوغ تتقبيها بالشوكه بالفرشيطه وطيبيها في الطاجين فوالا هنا تقدري كي تحطيها في الطاجين عاد باه تقبيها باه تجيك سهله الوغ هذيك الكره بعد ما حليتيها بالحلال تحليها ديريها في الطاجين ويعني مدوره بيان سور ومن بعد تقبيها بالشوكه والطاجين تغطيه افيك دو بابي الومنيوم الوغ هنا كي نحطوها في الطاجين نغطوا الطاجين تاعنا بالبابي الومنيوم وهذاك البابي الومنيوم يكون متقوب ونكونوا قلت ندهنوه البابي الومنيوم ندهنوه بالزيت ونتقبوه علاش يعني باش تكون اون شميني ولا فابور يعني البخار اثناء الطهو يعني كي تكون لا بيتزا هذيك تاعنا طيب هذاك البخار يخرج اترافير لي ترو يعني يخرج من هذوك التقابي تقبيها هذيك شوفي باش تقبي دي تقابي صغار افيك ان بيك ولا تعرف الاخت باش تجي كيما هي الشوميني باش كي طيب العجينه نتاعنا ما تتنداش يعني لا فابور هذاك البخار تاع يعني الماء اللي يتبخر من العجينه يخرج اترافير لي ترو يعني يخرج من هذوك التقابي وبالتالي تتحصلي على يعني اون باتا بيتزا طيبه شابه بزاف فوالا دونك هنايا نقصوا شويه النار ونطيبوها قلت على النار تكون قليله
وباش نخلو لا بيتزا نتاعنا طيب يعني العجينه. كي طيب هذيك العجينه تشوفيها طابت تنحيها تحطيها وتزيدي الثانيه تتكملي هذوك لي 3 يعني كرات يكونوا طابو، يعني درتي لا بات ديجا بري تكون كويت ماشي بري كويت، لا بات تاعك تكون كويت. الوغ هنا واش ديري؟ تكوني مجده لا غارنيتور تاعك، تكوني مجده لا غارنيتور تاعك معناها لا صوص طومات. بون كي تطيبيهم تطلي هذوك لي بيتزا كويت ديجا ماشي بري كويت، باسكو بري كويت تكون تقريبا طايبه، هنا يكونوا كويت طايبين. تطلي الوجه بلا صوص طومات وتزيني، ديري اللحم يكون مرحي، ولا ديري جوتون، ولا ديري منش عارفه، ولا تقدر الاخت لما عندهاش كامل دير اون صوص طومات ودير الجبن المبشور. الوغ هنا واش ديري؟ ديري الجبن المبشور. دونك الا عندك فوغ الكتريك ولا فوغ عادي، كي دير الجبن المبشور تكوني مسخنه ديجا الفرن وديريها يعني يكون طافي، ديريها تسخن باش هذاك الجبن يذوب. اذا كان ما عندكش كامل الفوغ، كاين اخواتي ما عندهمش الفرن، واش ديري؟ البيتزا هكذاك سخونه ديري لها لاصوص طوماط وديري الجبن المبشور من الفوق. دونك لاصوص طوماط تكون شويه دافيه والبيتزا سخونه، هذاك الجبن يكون يعني يسيح يعني يذوب شويه فوالا. وتزينيها بالزيتون، اللي ما عندهاش دير غير صوص طوماط شامبينيون. كاين اللي يعني كل اخت كيفاش، اللي ما عندهاش كامل ما عندهاش الجبن واش دير؟ دير اون صوص طوماط تكون بنينه ما تكونش قرصه، وترابي فوقها البيض، غلي البيض رابيه فوقها البيض، وتقدمي لا بيتزا لوليداتك. اكيد راح تعجبهم كثير، قلت يعني وشابه، انا جربتها شحال من مره وبنينه يعني. وتشوفي يعني مشي الاخت تقول لك ما عنديش الفرن، ما نفرحش ولادي، لانه الاطفال يحبوا كثير كثير يحبوا كثير لا بيتزا. دونك سورتو كي توجدها الام، كي توجدها الام. الوغ كاينه اون اوتر بيتزا انديفيديوال يعني فرديه ثاني شابه، راح نمدها لك لانه وعدت الاخت باش اليوم قالت لي لازم ديري لنا لي بيتزا. الوغ هنا واش فيها لا بيتزا؟ ثانيك عجينه ثانيه، عندنا 600 غرام فرينه، عندنا حبه بيض، زوج مغرفات اكل نتاع البودره نتاع الحليب، عندنا مغرفه خماره نتاع الخباز، عندنا باكيه خماره نتاع الكاطو، عندنا مغرفه سكر الملح، وكاس تاع لاتاي تاع الزيت، والماء دافي. نحتاجو مغرفة تاع أكل نتاع مارغارين، فوالا. دونك نعاودو المقادير، 600 غرام نتاع فارينة، حبة بيض، زوج مغرفات أكل نتاع بودرة نتاع الحليب، خمارة نتاع الخباز، مغرفة تاع أكل، باكية خمارة نتاع الكاطو، عندنا مغرفة تاع سكر تاع أكل بيان سيغ، عندنا الملح، كاس تاع لاتاي تاع الزيت، ماء دافي، عندنا مغرفة تاع أكل نتاع مارغارين. هنا بون ديري كامل المقادير تاعك، ديري عجينه وتخليها ترتاح، تخليها تخمر. الوغ كي تخمر فشيها وديري كرات كيما مسمن، كيما مسمن ديري كرات كرات صغار. الوغ هنا وتخليهم على جهه لانه رايحين نديرو دي بيتيت بيتزا، ديري كرات كيما مسمن. الوغ هنا نحتاجو الحشو نتاعنا. الحشو انا نعطيلك حشو وانتي لا ما عندكش يعني تقدري ديري تعوضيه بحوايج اللي عندك في البيت. انا نحتاج هنا شويه لحم مرحي او دجاج، كفته تاع الدجاج، وبصل. هنا نطيبو كيما تاع البوراك، اما لحم مرحي اما كفته تاع الدجاج نطيبوها كيما تاع البوراك. نحتاجو اون بيشاميل، نخلطو معها لا بيشاميل ونخلطو باش ما تجيش ناشفه. الوغ الكفته تاع اللحم او تاع الدجاج نطيبوها كيما تاع البوراك بالبصل وملح وفلفل كحالي تجي شابه. نضيفو لها شويه بيشاميل ونخلطوهم ونديرو لها شويه معدنوس. بون الكفته تاعنا راهي واجده يعني الحشوه. واش ديري بو بريباري لي بيتزا نتاعك؟ الوغ كره، حلي الكره الاولى فوق طاوله العمل،
الكره الاولى حطيها فوق طاوله العمل، خبزيها بيدك هكذا خبزيها وطلعي لها الطرف، طلعي لها الطرف تجينا كيما الطبسي، تجي كيما تختلت. الوغ نحلوا العجينه فوق طاوله العمل، تكون مرشوشه بالفرينه، ومن بعد تحليها على شكل دائري، ومن بعد تطلعي الطرف هكا تطلعيهم كيما الطبسي هكا تجي كيما ينكسات كيما ينتختلات. ولا تطلعي الطرف هكا تجي كيما الطبسي ولا كيما المول تاع التختلات، الطرف كامل طلعيهم. من بعد واش ديري هنا كي تطلعيهم كشغل تقرصيهم. الوغ شوفي تحكمي العجينه تحليها، نعاود لك، وراكي تقرصي في العجينه وتطلعي تقرصي باش تجي مبرجه كيما نديرو تزيريات، ولكن غير تما باش تجي يعني كيما الطبسي ولا كيما لو مول تاع التختلات، يجي مبرج مقروس كاع سيغ لي كوتي، ولكن غير تما باش الحشوه ما تخرجناش، تحصلي على الشكل كيما لو مول تاع التختلات وهي بالعجينه. الوغ عمري لا كملي كاع العجينه نتاعك، من بعد عمري لا فارس الحشوه، عمري ديك العجينه عمريها بلا فارس، حط دابور حطيها في ان بلا يكون مرشوش، وحطي هذوك لي تارتولات كامل يعني درتيهم يعني هذوك الاشكال، وعمريهم بالحشوه بالحشوه، ديري حبه زيتون في الوسط وطيبيها. هنا كي طيب العجينه نتاعنا ما يشخشينا بزاف، هي رقيقه راهي حطي بالعجينه والحشوه راهي طيبه، تشوفي احمرت يعني جو دي بيتزا انديفيديوال تجي كمقبله. هنا في رمضان ان شاء الله مليحه مليحه باش يعني تقدميها مع الحساء. فوالا دونك ميم حتى دروك تقدر الاخت ديرها، ديري كيفاش نقولوا اون سوب حساء اي حساء وتقدمي مع هذا الاكله يعني مقبله وسلطه، وعندك وجبه غذائيه كامله، ويعني وحتى الضيف تقدري ديريها في بلاصه البوراك. ايوا دلا نديرو البوراك، ديرو هادو لي بيتزا انديفيديوال. فوالا الوغ فيما يخص السفيريه تاع الباذنجان، طلبتو لي سفيريه تاع باذنجان. الوغ هنا نحتاجو بوند، اخت ديريها بالمرقه بيان سيغ، ديري مرقه بيضاء بالدجاج والحميصه والبصل بيان سيغ، وديري مرقه قليله تكون ثقيله شابه كيما تعرفي، ملح فلفل الكحل عود قرفه، تقدري ديري شويه كركم، تحب تخليها بيضة تخليها بيضة. بون هنا فيما يخص السفيريه نتاعنا، ديري طل تاع باذنجان، ثلاث مغرفات اكل تاع فرينه مع عدنوس على ملح فلفل الكحل، نحتاجو زوج حبات بيض. الوغ نعم الوغ طل تاع باذنجان، ثلاثة مغرفات اكل تاع فرينه مع عدنوس ملح فلفل الكحل زوج حبات بيض، نحتاجو زيت للقلي. الوغ تاخذي الباذنجان تاعك تشويه، هنا ما نقلوش نشوه، ومن بعد كي تشويه قشريه، كي تقشريه امرسيه، امرسيه على شكل عصيده، اللب تاع الباذنجان نمرسوه على شكل عصيده، نضيفو المعدنوس فرينه ونتبلو ملح فلفل الكحل. من بعد نضيفو البيض، هنا البيض درنا زوج حبات، ولكن سولون لا غروسور حسب الحجم نتاع البيض، دونك ديري الاولى وراكي تخدمي وزيدي حتى تتحصلي على خليط يكون شد روحو يعني تكون متماسك ما يكونش جاري بزاف. علاش قلت لك بحنا زوج حبات بيض مي سولون لا غروسور، بالك تجيك حبه كبيره ولا زوج صغار، انت ما ديريهمش كامل، ديري الاولى وخدمي و نعم. الوغ هنا خلي هذاك الخليط يكون شد روحو متماسك، غطيه وخليه يرتاح مدة 10 دقائق، 10 دقائق، ومن بعد توجد تكوني وجدتي المرقة نتاعك. الوغ شا ديري، توجدي المقلة كي يعني تكلو ياكل سخون قريب الفطور، واش ديري ولا العشا ولا، وجدي المقلة ديري خبيزات وقليهم. الوغ هنا نقلوهم في الزيت تكون سخونة، تشوفي عندك دي يعني سويرية تاع باذنجان شابة. أنا الأخوات دي عندهم باذنجان بزياده، بزاف الاخوات قالي عن جنان اللي عندها الباذنجان بزياده، ديري بهذه الطريقه، ديري اون بيغي، ديري عصيده عصيده يعني شويه امرسيه، وديري في علب في علب، ديري كميه اللي تحتاجيها وحطيه في الكونجيلاتور في رمضان ان شاء الله،
تجبدي العلبه تخليها تدي كونجلا وديري السفيريه نتاعك ديجا باسكو لا بيغي تكون واجده ديجا تكون واجده برك ما ديري لهاش البيضه ما ديري لهاش البيض غير مرسيه اون بيغي وخبيه كي رمضان ان شاء الله كي تجبدي خليه دي كونجلا ضيفي له الفارينه زوج ثلاث مغرفات فارينه انت ديري كميات بالبرطه الباذنجان ولا عندها عائله كبيره دير كيلو باذنجان ودير يعني لا بيغي تاعك باش تعرفي لا ديري ثلاث مغارف ولا ست مغارف فارينه دونك حنا كي دي كونجلا ديري له الفارينه المعدنوس البيض يعني وتوجديه برك لا بيغي تاعك تكون ديجا كونجلي لانه الباذنجان ما نقدروش نكونجلوه هكذاك حب ولا من اما نكونجلوه هكذا اون بوري اما الاخت تقليه في قليل من الزيت ماشي بزاف وتسدفو في علب وديرو في كونجيلاتور فوالا دونك كي يكون رمضان ولا يعني يكون وقت ما يكونش باذنجان تقدر الاخت يعني يكون ديجا مقلي ديرو على شكل سلطه ولا ديرو يعني دير به طبق ويكون ديجا واجد لانه ما نقدروش نكونجلوه وهو هكذاك خضر يعني ني فوالا فوالا دونك هادو هما الكيفيات اللي جبتهم دوك نستقبلوا شويه مكالمات ومن بعد نقدم لكم الحلوى طلبت لي اخت حلوى تاع الزيت دونك نقدمها لك دوك من بعد ما نستقبلوا شويه مكالمات نعم الوغ الحلوى نتاع هذاك حسيت ان جاتو اللي ما يطيبش عندنا ديري غرفيه نتاع فارينه مقليه وغرفيه نتاع بودرة نتاع الحليب مقلية بركي تقليهم ديريهم في سيريهم سيحيهم في زبو سيار ولا في صفاية ولا باش ما يجوكش الحبيبات باش يجيك مسحوق ناعم يعني اون بودغ تكون بيان تكون يعني تكون كيفاش نقولوا تكون ناعمة تكون لا بودغ تكون اون بودغ بون هنا واش ديري ديري عندك الكاوكاو قليه ورحيه رقيق بودرة يعني تقدري تضيفيه لا ما عندكش تغني عليه تقدري تضيفي يعني باش تقدري تضيفي مغرفه كاكاو تقدري تضيفيها كيما تقدري ما تضيفيهاش حنا اللي يهمنا هو الفرينه والحليب ترونيهم بشويه زبده وتكملي بالعسل انا تحصلي على عجينه اما ديريها حرب واش تقطعي مقروطات اما ديريها في ليمون سيليكون اما تحليها بالحلال وتقطعيها اشكال ومن بعد تطليها بالشوكولا ومن الفوق تزينيها ديري شويه مكسرات ولا لا عندك يعني ملومه يعني فرحه واجبه ولا قطعيها مقروطات كي ديري الشوكولا ديري حبه قرقه حبه جوز من الفوق يعني وتجي شابه يعني شابه بزاف هذه راهي يعني خذيتها من الكتاب نتاعي ويعني حلوه قديمه 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 بزاف الوغ بعجاله نعطيكم اللي صابلي تاع الزيت طلبتوهم لي دي صابلي بالزيت وال يعني طلباتكم كيما الزيتون حتى يعني في الحصه المقبله ان شاء الله والمبسس تاع الكوشه طلبوا لي مبسس تاع الكوشه بون هنايا قلنا يصابلي بالزيت عندنا كاس زيت كاس سكر سكر غلاس هنا نضربوهم بالفوي بالخلاط اليدوي كاس زيت كاس سكر سكر غلاس نضربوهم بالخلاط عفوا اليدوي ومن بعد نضيفوا زوج صفار بيض زوج حبات بيض كاملين ونضربوا بالفوي لافاني او مبشور ليمون نضيفوا خمسه مغرفات اكل نتاع مايزينا باكيه خميره ونزيدوا الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه حلوها بالحلال يعني بالحلال يعني قلت طويله العمل تكون مرشوشه بالفرينه بيان سيغ تقطعي الاشكال كيما تحبي السمك يكون 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر ديبيسور سمك ومن بعد طيبيهم كي طيبي تلزقيهم بالمعجون وديري مع الطراب شويه تاع نواه كوكو ولا كاوكاو مقلي ومرحي هنا لصقوهم بالمعجون ومع الطراب ديري اما كاوكاو مقلي ومرحي اما نواه كوكو يعني حلوه شابه بزاف دروك